السلام عليكم ورحمة الله خو اخوتي اخوتي المشاهدين، مرحبا بكم اليوم في واحد الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم تقليد واحد الفاكهة البرية اللي كنجيبوها ان شاء الله من الغابة، وكي يبغيها الكبير والصغير كتكون زوينة. غادي ان شاء الله هنا نبدا معكم الفيديو باش تعرفوا الطريقه، وكنتمنى توفق فيها. عندي هيا هاد الكاريطه ديال البيض، غادي نحاول ان شاء الله نفزقو باش ندير منه واحد لقط، كنديرو هكا وكنخليه يفسخ في الماء هكا بهاد الطريقه. خليها واحد الليله هكا، بحال دابا ملي نكون نبغي نخدم فيه نديرو في الليل، في الصباح غادي يصبح رطب وفازق. ويمكن لنا هو دابا بدا كيرطب كما كما شفتو معايا. ها هي دابا العجينه ديالنا، دابا من بعد ما صبحات الصباح ضربتها داك الضراب ولا الميلونجور، ضربتها مزيان هكا وهي مهزله في الماء، خليتها كتصفى وصفيتها مزيان باش كنحصل على هاد هكا كنحصل على ها هي كتولي بحال العجينه. غنحاول نخدم غير شويه باش نوريكم. هادي غادي نديرها عاوتاني في كاغيط ونخليها في الثلاجه حتى نجي عاوتاني نخدم بها مره اخرى ان شاء الله. دابا غادي نزيد عليه هاد الشيء، على هاد هذا غادي نزيد عليه هاد المخضر، هذا غادي نزيد عليه مايزينا ولا النشا، ندير هنا واحد ثلاثة ديال المعالق، ها هما ثلاثة. بحال غادي دير عجينة السيراميك، غير هادي كتجي كتزكيها بسميتها كتزكيها بهداك الكارطون صافي. وغادي تزيد عاوتاني هذا اللصاق ديال الخشب، غادي ندير معلقة ونخلط ونشوف واش تجمع ليا، لان ما خصهاش تجي رخوه، خصني انا بغيتها تجيني شويه شاده راسها، ماشي يمكن لي نخدم بها. صافي كندير لها هكا كنعجنها مزيان، ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره كاع هكا. ها الكره اللي كنحصل عليها ها هي جعلنا على هذا الشكل هذا. ها هما انا غادي نحاول نخدم معكم هادو. عندي هنايا هاد الصباغه اللي هي في البرتقالي ولا لورانج، غادي نحاول ان شاء الله دابا ناخذ دابا. يمكن غادي تقولوا لي شنو هي الفاكهه اللي انا درت هنايا، هادي ديال داك الملون الشمعي، حكيتو بهاد الحكاكه هادي هكا بهاد الطريقه، كتاخذ هاد الملون هذا باش نوريكم، كتاخذ ديك الحكاكه كتديرها في هذاك هكا بهاد الطريقه، هاد الملون ديال الشمع كتحكو هكا بالحكاكه عادي هكا، حتى هو لورونج درت هنايا لورونج ودرت هاد اللون اللي هو اصفر. هاو دابا كنظن انكم عرفتوا شنو هي الفاكهه اللي غادي نصاوبو اليوم، حنا كنحصلو على هاد الشكل هذا. درت هاد اللون شويه مغلوق وهذا شويه سميتو، غنخلطهم
هكا بهذه الطريقه هذه هكا. دابا غادي ناخذ ان شاء الله هذا الكوردون غنحاول هكا نصاوب فيه هكا بهذه الطريقه ندخلو فيه هكا كنغطسو هكا في هذه الصباغه هكا نقرب لكم هي بهذا الشكل هذا نحاول ندورها هكا باش كتحيد داك الزائد وكتسوى هذه الصباغه كتسوى في ديك الكويره صافي. وكان نجيب هذا الملون هكا وكندير له عليه هكا بهذه الطريقه كنحاول نغطي ديك الصباغه هكا كنحصلوا على هذا الشكل هكا وكنديروا هنايا في. دابا ان شاء الله غادي ندير قبل ما تنضج الفكيه ديال هذه دابا كنقولوا ساسنو حنايا كنقولوا له ساسنو قبل ما تنضج راه كتكون في اللون الاصفر. دابا غادي نديروا حتى شي وحده هكا صفر في اللون الاصفر هكا وغادي نغطيوهم باللون الاصفر صافي. دابا من بعد ما الكويرات ديالنا ها هما يبسو خليناهم حتى يبسو باش داك هذاك الملون يشد بلاصتو وتهلا هذيك زاد تيبسات. غادي نحيدو المدابة هادو وغادي تبقى هنايا هاد التقبة هادي اللي غادي نحاول نغطيها. غندير هنايا هاد السلك اللي هو رقيق كبعد نحاول نقطعو نحاول نديرهم هنايا تقطع هكا شدو مزيان نحاول نحل هادي بهذه الطريقة نطوي انا هاد السلك هكا بهاد نحاول ندورو مزيان هكا صافي. وغادي ندير هاد اللصق هذا باش يجي صافي وكندخلو هنايا فهاد هكا بهاد الطريقة كنخليها حتى تشد راسها ندوز الاخرى صافي. كناخذ هكا هذا ونحاول هكا بهذه الطريقه هذه كنغطي داك السلك نحاول نحيد الزائد ها هو كيجينا. غنخليو هاد الكويرات هادو بعدا بعد ما درنا لهم البيرني نخليوهم يبسو ونمرو ان شاء الله باش نصاوبو الاوراق. انا هنايا درت هنايا على الفورم ديال ولا الشكل ديال الورقه اللي غادي نصاوب غادي نعبر بان هنايا بالسنتيم هي جاتني تقريبا 7 ديال السنتيم غادي نعبر هنايا 7 سنتيم. عندي هنايا هذه اللي كنت صاوبتها بداك المول كنت خدمتها في دوك الورود اللي كنت صاوبت ديك الخطره. انا ما غاديش نديرها في هاد
لا فورم هذه لان عندي الورقه غير هكا، انا حاجتي غير بهذاك الوسط باش تطبع لي، وواحد سميتو هكا، وغادي نقطع لا فورم ديال هذه. انتما غادي تشوفوا معايا، بعد ما غطيت دابا داك السلوكه انا حاولت نديرهم هنايا بحال الغصن، هادو هكا درت لهم اربعه ديال الغصن. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نلصق كل غصن، غادي نغطيه بهاد الفاكهه ديال الساسنون اللي كاين كيف كما كنقولوا. صافي وهكا كنحصلوا على هاد الغصن هكا اللي كنتمنى يعجبكم واللي كنقلدوا به الطبيعه اللي ما هو في الطبيعه. خاصني هاد البلاصه نغطيها. الى عجبتكم هاد الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات باش تشجعونا باش نعطيو المزيد بحول الله على العمل ديالنا. نتمنى يعجبكم. يلا السلام عليكم، خليت لكم الراحه.